حضرات النظارة الكرام، نتوقف عن تقديم الفيلم. وصلنا في آخر لحظة بلاغ هام. أيها السادة والسيدات، هذا بيان رسمي موجه للأمة. من كان يعتمد على موارد الذهب الأسود أساساً لعيشه، فإن عائدات هذه المادة أي البترول قد انتهت. منذ اكتشاف البترول توقع الخبراء نفاذ هذه المادة وانتهائها إما آجلاً أو عاجلاً، وها هي النهاية قد حلت، فماذا بقي؟ لكن الأمر بالنسبة لأولئك الذين سقطوا في ملذات الاستهلاك الظرفي للمواد المستوردة المنتجة وراء البحار في وقت كان يمكنهم فيه إنتاج مثلها محليا، الأمر بالنسبة لهؤلاء مختلف، إذ أن مرحلة ما بعد البترول تشكل بالنسبة لهم أفقا مظلما مسدودا.